شخص عنده مال من آخر على سبيل الأمانة فدخل في أمواله ينفق منها ويرجعه مرة أخرى، وصاحبه إذا طلبه في أي وقت سيرد له، هل يجوز له هذا الصنيع؟ الجواب أن يد المودع على المال يد أمانة، الوديعة توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. إن استنفقت المال، إذا خلطته بمالك وأنفقته في مصالحك، فقد تحولت يدك من يد أمانة إلى يد غصب، لأن التزاماتك يعني كمودع كأمين أن تحفظ المال كما هو وأن ترده بعينه، لا أن ترد مثله. يرد المثل في القرض، إذا اقترضت مبلغ من المال فأنا أتملكه لحظة استلامه وأنتفع به، فإذا جاء ميقات الوفاء فإني أرد بدله. فرق بين الوديعة والقرض، الوديعة توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه، القرض تمليك للمال على أن ترد بدله. فعندما تتملك الوديعة تحولت إلى قرض فأصبحت مضمونا، وإذا كان قرضا بغير إذن صاحبها فأصبحت كالغصب، فأصبحت ضامنا للوديعة على كل حال. فهذا الذي تذكره لا يحل إلا بالتفاهم مع صاحب المال، فيتحول المال من وديعة إلى قرض. والفرق بين الصورتين في حالة الضمان، إذا كان المال وديعة لا تضمنه إلا بالتفريط أو التعدي، إذا كان المال قرضا فأنت ضامن له على كل حال لأنك ملكته واستنفقته ودخل في جملة أموالك، فأنت مسؤول عنه في جميع الحالات. لا إله إلا الله محمد رسول الله.